بسم الله الرحمن الرحيم. انا صالح محمد وختامها مصر. هنتكلم عن المنتخب التونسي ومباراه منتخب تونس بكره قدام منتخب بوركينا فاسو. المباراه اللي بالنسبه لي ممكن تكون فخ كبير جدا للمنتخب التونسي، لان اللعيب العربي عنده نقطه قوه في الماتشات اللي قدام الخصوم القويه. الخصم القوي بيعليك معاه، انما الخصم اللي انت بتبقى شايف ان هو مش قوي بينزلك معاه، ودي مشكلتنا احنا كلعيبه عربيه وكعقليه لعيب عربي. فاتمنى ان لعيبه منتخب تونس تحط قدامها هدف واحد بس، ان تونس تاريخيا عمرها ما تفوقت على بوركينا فاسو في كاس الامم الافريقيه. اتقابلوا 4 مرات، بوركينا كسبت 3 مرات وتونس كسبت، لا اتعادلوا مره واحده، اللي هو تونس حرفيا ما كسبتش ولا مره بوركينا فاسو. فانك تخش مستهتر ببوركينا فاسو، فلا تاريخيا بوركينا فاسو متفوقه على تونس في كاس الامم الافريقيه. غير ان انت بكره لازم تكمل بالاسلوب اللي انت لعبت بيه ماتش نيجيريا، مفيش اي مشكله انك تعمل مباراه طويله، مفيش اي مشكله انك تكمل بنفس العناصر، مفيش اي ازمه لو كملت باسامه الحديدي ناحيه الشمال والناحيه الثانيه دراجر، ومكملت ببلال العيفه ومنتصر طالبي، وطبعا هيكون تحتيهم بشير، ونص الملعب اتمنى انك تكمل بالتركيبه والتوليفه اللي كانت ماشيه ماتش نيجيريا بطريقه كويسه، وهم الياس الغيري او الياس خيري كاتفندر، وعلى يمينه لعيب زي انيس بن سليمان، وعلى شماله لعيب زي عيسى العيدوني. عيسى العيدوني بكره لو موجود علي معلول او موجود اسامه الحدادي، ممكن العيدوني يامن له ان هو يعمل واجبات هجوميه، ده طبعا بجانب الواجبات الهجوميه اللي هياخدها لعيب زي يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري. اتمنى انك التغيير الوحيد اللي تعملها في التشكيل بس مكان سيف الدين الخاوي، انك تحط لعيب زي نعيم السليتي، بحيث انك يكون عندك نقطتين قوه على الاطراف، سواء السليتي او سواء لعيب زي المساكني مع مهاجم زي سيف الدين الجزيري. مفيش اي مشكله كمان لو فكرت انك تغير وتعمل تغييره وتبدا المباراه بوهاب الخزري وتحط على الدكه يوسف المساكني. في الحالتين اتمنى انك تكمل بنفس الشغل اللي انت كنت بتكمل عليه ماتش نيجيريا، وهو ان انت حرفيا بتدفع بثمان لعيبه وفي 2 لعيبه بيعملوا ادوار هجوميه وفي لعيب تاني بيجي لهم تحت من نص الملعب. الشغل ده ممكن ما يرضيش الفانز وممكن ما يرضيش الجمهور اللي مستني انك تعمل مباراه ونتيجه كبيره قدام منتخب بوركينا فاسو، ممكن، بس في المحصله النهائيه هتعرف تطلع بالمكسب، هتعرف تطلع بنتيجه المباراه، لان منتخب بوركينا فاسو اتفرجنا عليه قدام الجزائر ماتشين، الفرقه دي عندها عزم قوي جدا، كلاعيبه عندهم روح عاليه جدا، اخطائهم كتير، بس روحهم وامكانياتهم بتلاقيها عليت مره واحده قدام الخصوم الاقوياء، فهم برضو من المنتخبات اللي بيعلوا مع الخصم القوي. يعني لما يجي لهم منتخب تونس ما تتوقعش ان هم يلعبوا عليك مباراه سهله او هيلعبوا عليك مباراه خفيفه وانت هتطلع تلعب وان سايد جيم، لا، اعرف ان انت هتلعب مباراه مخيفه، لان انت مباراه قدام بوركينا فاسو غير مباراه قدام نيجيريا. انت مباراه قدام نيجيريا ما كانش فيه اي مشكله لو انت حصل لك دروب والنتيجة ما كانتش لصالحك، إنما هنا قدام بوركينا فاسو وقتها يكون في مشكلة ودروب ممكن يحصل لك لو النتيجة مش لصالحك، غير إن المنتخب البوركيني ممكن يسيب الكرة للمنتخب التونسي، ودي بتكون مشكلة للمنتخب التونسي، لأن منتخب تونس لما الكرة بتكون في رجليه بيكون مطالب إن هو يعمل جيم هجومي، في عنكشة بتحصل في نص الملعب، في عنكشة بتحصل كتير كمان، فوقتها المنتخب التونسي بيعاني، والمنتخب التونسي في الهجمات المرتدة برتراند تراوري لعيب أستون فيلا لعيب خطير جدا، فبرتراند تراوري هيكون شغله كله في العمق. لو اتفرجت على الهدف بتاع مباراه الجابون وبوركينا فاسو، الكره اتباصت لبرتراند تراوري جميله جدا من نص الملعب، برتراند تراوري قدر يحطها في الجون. فاتمنى الياس خيري يلعب على برتراند تراوري مان تو مان، اتمنى ان الياس خيري يقفل برتراند تراوري ويكون اول واحد بيقابل برتراند تراوري. ان انت بتكون اول واحد بتقابل هو لعيب نص الملعب، بعد كده بتسلمه لبلال العيفه او منتصر الطالبي. فاتمنى ان الياس خيري يكون مطلوب منه ادوار دفاعيه كبيره جدا، واتمنى برضو الياس خيري مكان الشعلاني، لان الشعلاني مصاب مش مصاب، سلبي لا ايجابي، فالقصه دي كلها مش هتخليك ان انت لازم تلعب بيه باي طريقه، لا، لعيب زي الياس عمل لي ماتش مميز جدا قدام نيجيريا، ابدا بيك كاتفندر عادي، العيدوني ومعاه انيس بن سليمان هيعملوا واجبات دفاعيه، وفي نفس الوقت هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسند قدام لعيب زي السليتي او الخاوي او وهب الخزري او لعيب زي المساكني. كده كده سيف الدين الجزيره اتوقع ان هو مش هيلعب فيه بكره. اتمنى ان المنتخب التونسي يقدم مباراه محترمه قدام خصم محترم. يعني ايه مباراه محترمه؟ يعني المنتخب التونسي لو نزل في البدايه فتح خطوطك وبتقرر ان انت تهاجم من اول مباراه، المنتخب التونسي هيعاني في المرتدات كتير جدا. ان المنتخب التونسي لو فتح الخطوط بتاعته وقرر ان احنا نطير الباك الشمال ونطير الباك اليمين ومنتخب تونس لازم يعمل نتيجه وكاننا بنلعب منتخب موريتانيا، منتخب تونس مش هيطلع بنتيجه ايجابيه. لو المنتخب التونسي لعب مباراه طويله، منتخب تونس ممكن يقدر ان هو يطلع كسبان المباراه في النهايه. ما بطلبش منك اداء،
مش طالب منك اداء، مش طالب منك اداء هجومي عظيم جدا، مش طالب منك جيم هجومي ولا اروع، انا طالب منك نفس الروح اللي كانت عليها لعيبتك المباراه اللي فاتت تكون عليها النهارده. مش هقول منذ الكبار غيابه كان مؤثر بطريقه ايجابيه ورجوعه هيكون لا، منذ الكبار هو اللي كان بيدير الماتش اللي فات. دي حاجه قناعه ثابته بالنسبه لي ان كل الجهاز الفني كلهم بيبقوا على قلب رجل واحد وكلهم شغل واحد بس، فما فيش حاجه اسمها مدرب عام ومش حاجه اسمها مدير فني، كلنا شغالين شغل واحد بس هو لصالح الفرقه. فاتمنى انك تقرر تكمل بنفس العناصر اللي بدات مباراه نيجيريا، لان محتاجين ثقه، محتاجين تديلهم دفعه قويه ان هم يكملوا مباراه زي مباراه بوركينا فاسو. واتمنى ان منتخب تونس الدنيا بالنسبه له تكون جميله في مباراه بكره. اتمنى منتخب تونس يبدا المباراه وجايب هدف بدري، اتمنى الموضوع هيفرق معاك جدا جدا جدا. اتمنى المنتخب التونسي يكون محظوظ، اتمنى يكون في توفيق. نتمنى من الله ان المنتخب التونسي يكون اول العرب المرين لدور الاربعة. نتمنى والله كلنا نشوف المنتخب التونسي بكره. مباراة صعبة طبعا، مباراة صعبة لما انت بتتكلم في دور 8 مفيش حاجة اسمها مباراة سهلة. تاريخيا الموضوع ممكن يحسم، لا مفيش حاجة اسمها تاريخيا، احنا موجودين جوه الملعب دلوقتي، وتاريخيا دي اعتقد ان هي ممكن تدي حافز اكتر لعيبة المنتخب التونسي ان هي تحاول تكسر عقدة بوركينا فاسو، او اللي بيقال عليها ان هي عقدة. ما بحبش انا موضوع العقد والكلام اللي هو يلا نفوق. ان شاء الله باذن المنتخب التونسي هيقدر يفك العقده زي ما هم بيقولوا، هيقدر ان هو يوصل لدور الاربعه، وان شاء الله باذن الله يحجز لنا مكان كعرب في دور الاربعه باول الصاعدين المنتخب التونسي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك والله، روح دور بقى يعني على الاخبار بتاع شعلاني رجع ولا ما رجعش كوفيد، براحتك. ده رايي ككوره بصراحه، لو عجبك ككوره اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك. دراجر هيكون مهم جدا، دراجر مهم في اي تشكيله اساسا، يعني دراجر حط ناحيه اليمين وحط اللعيب اللي قدام وما تقلقش ناحيه اليمين، قلق بس في العمق، لان العمق بيكون مشكله بالنسبه للمنتخب التونسي في الحاله الدفاعيه وفي الحاله الهجوميه وهو مع الكوره، ربنا يستر. العمق بتاع نص الملعب مش العمق الدفاعي، لان بلال العيفه عمل بطوله مميزه جدا وهو منتصر طلبي للامانه، يعني الشهاده لله.